حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الأستاذة فاطمة المناعي، الوكيلة المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية. أهلا ومرحبا بك في نشرة أخبار الثامنة. ما الهدف من مقترح تعديل آلية احتساب العلاوات عند احتساب الدخل الشهري لجميع الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية؟ أمسي عليكم وعلى السادة المشاهدين بالخير. بداية أحب أتمنى موافقة مجلس الوزراء اليوم على مقترح تعديل آلية احتساب الدخل الشهري لأصحاب الطلبات الإسكانية، سواء كانوا من أصحاب الطلبات القائمة على قوائم الانتظار أو المتقدمين الجدد للحصول على خدمة إسكانية، بحيث بتشمل الآلية الجديدة احتساب الراتب الأساسي والعلاوات الثابتة اللي تتجاوز قيمتها 100 دينار، بينما تركنا الخيار للمواطنين الكرام في حال رغبتهم في احتساب إجمالي العلاوات الثابتة الأخرى اللي تعادل قيمتها 100 دينار وأقل اختياري، وذلك في حال رغبتهم برفع قيمة التمويل اللي بيحصلون عليه. الهدف من هذه الآلية الجديدة هو ضمان تحقيق الاستفادة الأكبر للمواطنين وعدم تأثر أصحاب الطلبات القائمة على قوائم الانتظار بزيادة العلاوات الثابتة في دخلهم، كما أنها بتتكفل بتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية إن شاء الله. نعم. طيب، بالنسبة لمقترح التوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة والتي ذكرت قبل قليل في الخبر، وهي مرتبطة أيضا جميعها بحالات اجتماعية خاصة بالمواطنات بناء على توصية من المجلس الأعلى للمرأة، ما هي انعكاسات تطبيق هذا المقترح؟ ما الأثار الإيجابية التي يسعى المجلس الأعلى للمرأة لتحقيقها والتي استجابت لها الحكومة ووزارة الإسكان من خلال توسيع هذه الشريحة؟ لا شك في أن التوسع في شريحة المستفيدات من خدمة السكن للفئة الخامسة واللي كانوا في السابق للعزباء أو المطلقة أو الأرملة بدون أبناء له أثر مباشر على الاستقرار المعيشي للمواطنات من خلال توفير سكن ملائم ودائم. طبعا نتيجة للتنسيق والتعاون المستمر بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للمرأة، واللي أثمر عنا التوصية بضرورة التوسع في الشريحة المستحقة لهذه الخدمة لتشمل البحرينية المطلقة أو الأرملة الحاضنة لأبناء قصر من غير البحرينيين، كما حرصنا على فتح سقف العمر لتشمل هذه الشريحة من 21 سنة فما فوق، ورفعنا الحد الأعلى للدخل للاستفادة ليصل إلى 800 دينار، كما تم تعديل شرط قيمة الإيجار ليصبح بقيمة 100 دينار أو ربع الدخل أيهما أقل. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة فاطمة المناعي، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان.